هذه هي المسائية من الميادين ونناقش في ملفها الوحيد. ظريف يبحث في دمشق الاتفاق الروسي التركي بشأن طريق حلب اللاذقية، وقمة الدول الثلاث الراعية في طهران، والحصار الأمريكي في زمن كورونا. مقاتلة روسية تغير مسار طائرة استطلاع أمريكية اقتربت من منشآت عسكرية روسية في سوريا، والبحرية الأمريكية تعتبرها مناورة خطرة. مفاوضات روسية إيرانية تركية قريبا، واستعداد سوري لاستعادة الطرق الدولية. هل تنجح طهران في جسر الهوة بين دمشق وأنقرة؟ مرحبا بكم. زيارة في زمن الانشغال الدولي بالحجر على الأنفس والحظر على الطيران، سببهما الوباء العالمي كورونا. أسئلة كبيرة وكثيرة طرحتها زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدمشق ولقاؤه الرئيس الأسد. ما الذي استدعى حضور ظريف إلى دمشق؟ هل هو لتحريك الملف السياسي المرتبط بالوضع الميداني في شمال البلاد وتحديدا في إدلب؟ فالاتفاق الذي تم توقيعه في موسكو وأدى إلى وقف إطلاق النار في معركة كانت تسير لمصلحة الجيش السوري وحلفائه كان يفترض التزاما تركيا بضمان تسيير الدوريات المشتركة على طريق حلب اللاذقية بعد إبعاد المسلحين عنها، وهو ما لم يحصل. فهل تحاول طهران مجددا العمل على تفعيل الاتفاق وتقريب وجهات النظر بين أنقرة ودمشق؟ وهل تكمن أهمية الزيارة في زمن الكورونا في معطيات موجبة لدى الدبلوماسية الإيرانية يمكن البناء عليها لإنجاح المسار السياسي للأزمة في الشمال السوري؟ إذن هذه عناوين ومحاور مساءة الليلة نفصلها ونناقشها. في نقاشها معنا من دمشق أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله. معنا أيضا من طهران الخبير الاستراتيجي والدبلوماسي السابق سيد أمير موسوي. معنا من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول الدكتور سمير صالحة. مرحبا بكم جميعا، شكرا لانضمامكم إلينا في هذه المسائية. وقبل أن نفتح نقاشها نبدأ بأول المواد بهذا التقرير، حيث احتل ملف المسار السياسي ومكافحة الإرهاب قائمة زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدمشق. ظريف التقى الرئيس الأسد والوزير وليد المعلم بعد عام على آخر زيارة له وسط إجراءات الحظر الجوي العالمي، ما يطرح أسئلة وتفسيرات كثيرة حول توقيت الزيارة. ديما نصيف. لا تصريحات للوزير ظريف في أروقة الخارجية السورية بعد لقائه نظيره السوري وليد المعلم أمام الكاميرات التي انتظرته لساعة. ويبدو أن ظريف اكتفى ببيان الخارجية الإيرانية الذي استبق وصوله، بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والتطورات السياسية في ملف مكافحة الإرهاب. أما بيان الرئاسة السورية فقد أدان الاستثمار السياسي الذي تمارسه واشنطن في مواجهة وباء كورونا، وأكد أن اللقاء تناول مستجدات المسار السياسي وعملية أستنا وتطورات إدلب. لكن المراوحة في المكان في تنفيذ بروتوكول موسكو بعد شهر على بدايته من دون تسيير دورية واحدة حتى اللحظة أو إبعاد المسلحين مسافة 6 كيلومترات على طرفي طريق حلب اللاذقية، يبدو أنه استدعى مشاورات إيرانية سورية لبحث الوضع في المحافظة. وبيّنت المواقف الإيرانية أن اتفاق موسكو الذي استعجل الروس فيه وقف إطلاق النار في ظل الانتصار الميداني الواضح للجيش السوري والحلفاء والاقتراب من انتزاع السيطرة على الطرقات الدولية وصولا إلى الحدود التركية، لا يزال موضع تساؤل في طهران ودمشق حول مدى التزام أنقرة التي لا تزال دمشق تراها محتلا يكرس احتلاله ببناء قواعد عسكرية بذريعة نقاط المراقبة بما تعهدت، وألا تكون مجرد مناورة جديدة لتحشد المجموعات المسلحة نفسها من أجل مواجهة جديدة لا تبدو بعيدة. ظريف في دمشق في زيارة معلنة وسريعة رغم إجراءات الحظر الجوي في كل دول العالم، وهذا يعني أن الزيارة لا تنفصل عن سياق الريبة السورية الإيرانية حول الأوضاع في إدلب، وأنه لا مساومة على دور الحلفاء ولا تقاسم لأي حل سياسي أو ميداني من دونهم. ديما نصيف، دمشق، الميادين.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تتسامح مع المنظمات الإرهابية الظلامية التي تقوم بأعمال استفزازية لعرقلة اتفاق إدلب. وأكد أردوغان أن أنقرة لن تسمح بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار، مهددا بأنها ستجعل دمشق تدفع ثمنا باهظا في حال استمرارها في انتهاكه وفق ما قال. مرحبا من جديد بضيوفنا. سأبدأ معك سيد موسوي. مما لا شك فيه بأن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تكتسي أهمية بحد ذاتها لطبيعة العلاقة بين البلدين، وخصوصا على مستوى التطورات التي تعيشها سوريا في ميدانها، لكن توقيت كورونا يضفي على الزيارة بعدا آخر، سيما وأنه في حظر يعني على مستوى الحركة والرحلات، وجملة أنه تم بحث العلاقات الثنائية ليست كافية حتى تعطي فعلا يعني أهداف أو أبعاد هذه الزيارة حقها. بالتالي ما الذي حمل محمد جواد ظريف إلى دمشق، وما الذي حمله معه إليها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وللمشاهدين والضيوف الكرام. أنا أعتقد أن هذه الزيارة مهمة لأنها تأخرت، طبعا المفروض الشهر الماضي كانت تتم، لكن على ما يبدو لأهميتها ولما يحمل معه السيد ظريف من أوراق ورسائل مهمة وحساسة جعلته لا يتأخر أكثر من ذلك. يعني الوضع لم يسمح بهذا التأخير. هناك رسالتين مهمتين حملهما ربما السيد ظريف، رسالة سياسية ورسالة أمنية لما يعني يحتويه الوفد المرافق للسيد ظريف. أعتقد أنها مهمة جدا، وخاصة أن هناك مؤشرات خطيرة تدل على أن هناك تطورات ربما ستحصل مباشرة بعد أزمة كورونا وبعد أن تستقر الأمور عالميا. يعني هناك طبخات خطيرة تطبخ للمنطقة، وخاصة لاحظنا أن بعض الإعلام المغرض والتصريحات المغرضة من قبل بعض الدول الغربية وبعض الدول الإقليمية في موضوع السلاح الكيميائي واتهام الحكومة السورية باستخدامه وكذلك التطبيب لهذا الأمر. وهناك نقطة مهمة أخرى، إطلاق سراح الدواعش من بعض السجون في شرق الفرات بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية والأكراد هناك قسد، وكذلك موضوع تذبذب تنفيذ اتفاقية إدلب، وقف إطلاق النار في إدلب. هذه كلها مؤشرات خطيرة برأيي. وطبعا الوضع السوري لا يسمح بالتصعيد بسبب أن هناك انتخابات تشريعية قريبة، يحتاج إلى هدوء نوعا ما، ويحتاج أن يستفيد من هذه الفرصة لتمرير هذا الاستحقاق السياسي المهم، الانتخابات التشريعية والبلدية والمجالس المختلفة التي ستتم قريبا. فلذا نعتقد من الآن فصاعدا نحن أمام تطورات ربما ستكون مهمة. الأهم في كل ذلك أن طهران والجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل ثقلها ستكون إلى جانب الحكومة والشعب السوري. هذه الرسالة الأولى والأهم في زيارة السيد ظريف إلى دمشق اليوم. طيب سيد موسوي، أريد أن أبقى معك عند هذه الجملة تحديدا، لطفا بشكل سريع، ما الذي يستدعي أن توصل طهران مثل هكذا رسالة، بالنظر كما أشرنا لطبيعة العلاقة يعني في شراكة في حلف بين دمشق وطهران، لتقول طهران بأنها إلى جانب دمشق قيادة وشعبا وفي إطار يعني خيارات وما إلى ذلك في هذا التوقيت، وبوجه من؟ يعني طبعا هناك شوية نرى أن بعض التلاعب في موضوع وقف إطلاق النار في إدلب، ربما نوع من التقاعس، ممكن أن نسميه تقاعس روسي موجود هناك. يعني في توجه ربما غير مرضي لطهران من بعض التصرفات للحكومة التركية في إدلب، وكذلك هناك ضغوط غربية وبعضها عربية للأسف الشديد في سبيل خلط الأوراق، بما أن الجيش السوري حقق انتصارات كبيرة ولا بد أن تحتفظ الحكومة السورية بهذه الانتصارات وهذه المكتسبات. فالظروف الاقتصادية، الظروف الأمنية، الظروف الدولية ربما تضعف بعض قدرات سوريا من خلال هذه التآمرات الكثيرة حولها.
فوقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأصدقاء محور المقاومة إلى جانب دمشق والشعب السوري، أعتقد في هذا التوقيت مهم جدا للتنسيق، لوضع خطط لأي مستجدات ربما تكون طارئة ومباغتة. وطبعا الكيان الصهيوني يتربص بكل هذه الأمور ويستغل أي ثغرة، أي فرصة، أي تقاعس، أي تقوقع في أي موقع. طيب. فلذا أنا أعتقد هذا التنسيق مهم كان جدا، ووضعت النقاط على الحروف في هذه الزيارة، وأعتقد اللقاءات كانت جدا مثمرة، وتم التوافق على أشياء استراتيجية مهمة سيبدأ تنفيذها قريبا إن شاء الله. يعني كل ما أريد أن أنتقل إلى دمشق تطرح شيء سيد موسوي، أريد أن أبقى معك، لكنني يطلب منك رجاء أن نقف عند هذه التوافقات التي أشرت إليها والتي يمكن أن نراها، وأنتقل هنا للدكتور بسام أبو عبد الله. يعني هل نحن في إطار التحسب بالنظر لقراءة للتطورات تجري في المنطقة، أم أنه هناك بناء على معطيات يتم بحثها بين طهران ودمشق تمثلها زيارة ظريف في توقيتها؟ يعني موضوع كورونا ليس جانبيا بالنظر لأن يكون هناك زيارة من رأس الدبلوماسية من طهران إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد، على ماذا يبنى في دمشق؟ يعني إذا نريد أن نفهم أهمية هذه الزيارة وما تحمله بالنظر لما قدمه السيد موسوي. دكتور أبو عبد الله، مساء الخير اخت رامي، ومساء الخير للاستاذ امير ودكتور سمير صالحه. طبعا ما من شك ان هذه الزياره كما اشار الاخ امير يعني هي مهمه جدا في هذا التوقيت. يعني لماذا ياتي الوزير ظريف الى دمشق في زمن الكورونا كما يمكن ان يقال؟ لان هناك ما بعد الكورونا كما هو يبدو من مؤشرات كثيره، دعيني اذكر بعضها. قيام أولا البحرية الأمريكية بالتحرش في الخليج العربي بالسفن الإيرانية، هذا الجزء ما يجري الحديث عنه في العراق، الحادثة التي استهدفت سيارة قيل أنها تابعة لحزب الله أو للمقاومة، ثم الرد الذي تم في الجنوب اللبناني من خلال يعني تقطيع بعض أسلاك الشائكة وفتح ثلاث ثغرات في الحدود والتي اعتبرتها واعتبرها كيان الاحتلال الإسرائيلي تطورا خطيرا جدا. ما يجري في شمال شرق سوريا، ووفقا للمعلومات هناك اجتماع جرى من قبل الجانب الروسي مع زعماء عشائر، وايضا هناك تحضيرات امريكيه لجيش بديل واطلاق للدواعش كما اشرنا. في شمال غرب سوريا هناك تحشدات تركيه كبيره لا تدل على تنفيذ الاتفاق، انما تدل على تحضير لمعارك عسكريه كما تشير الكثير من المعلومات الميدانيه، اضافه الى ان الواقع هناك لا يشير حتى الآن إلى تنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق موسكو حتى الآن، ولكن في كل الأحوال لابد من إعطاء المزيد من الزمن، ولكن التحسب واجب وضروري بين دمشق وطهران. ولذلك أعتقد أنه بغض النظر عن توجيه الأنظار نحو كورونا ومواجهة كورونا، هناك تحضيرات أمريكية مشبوهة. أيضا ما يجري من لبنان من تصعيد ضد الحكومة اللبنانية، كل هذه الأمور إذا ربطناها ببعض البعض تدل على وجود مخططات خطيرة لابد من التحسب لها. ودعيني أشير إلى نقطة أخرى وهذا أيضا مهم جدا. قبل فترة المحلل الصهيوني إيدي كوهين بدأ يتحدث عن الرئيس بشار الأسد في تغريدة له، تبعه مجموعة من المرتزقة السوريين الذين يعملون بصفة معارضة وكرروا نفس العبارة. وطبعا تبع ذلك مقال نشر في وكالة تاس، وقالت الوكالة بأن هذا المقال ناجم عن تهكير للصفحة، فيه هجوم على دمشق والرئيس بشار الأسد. واليوم ب 17 نيسان ينشر أحد السفراء الروس السابقين مقالا يعني يتحدث فيه عن الواقع في سوريا ويقول أنه لابد من خيارات سياسية إلى آخر ما هنالك. ربط هذه الأمور ونقل قناة الحرة وبعض المواقع مثل الشرق الأوسط السعودية وموقع اسمه المدن ضد سوريا، هذه غرفة عمليات تقود ما يمكن أن أسميه، ودعيني أطلق، بداية الانتخابات الرئاسية السورية. نحن الآن نبدأ معركة الانتخابات الرئاسية السورية في 2021، وواضح من هذه الحملة الإعلامية. إذن كل هذا الأجواء التي نتحدث عنها تتطلب بالتأكيد التنسيق المباشر
بين دمشق وطهران في كل التفاصيل، وطبعا بالطبع المقاومة وقوى محور المقاومة في العراق، في لبنان أيضا، تحسبا لتطورات قد تبدأ في لبنان، قد تبدأ في سوريا، لا أحد يستطيع التنبؤ، لكن واضح أن هناك تحضيرات، خاصة حركة السفيرة الأمريكية مثلا في بيروت، هناك شيء ما يحضر، وبالتالي أعتقد أن هذه الزيارة تأتي أهميتها من هذا المنطلق. هناك أطراف تحاول أيضا التشكيك في الموقف الروسي، وهي مجموعة المقالات التي أشرنا إليها. وهنا أستطيع عبر المعيد أن أؤكد، وأيضا أنا تواصلت مع مصادر روسية، هذه المواقف والمقالات لا تعبر بالمطلق عن موقف الرئيس بوتين والقيادة الروسية، وإنما تعبر عن مواقف شخصية ولا تعكس دوائر قريبة على الإطلاق. وبالطبع لا يجوز أخذها على محمل الجد، لأنه حتى ضمن موسكو في وسائل الإعلام الروسية هناك أطراف بصراحة ووضوح شديدين، يعني يمكن شراءها، لنقل ذلك بوضوح وصراحة، كما هو أسوة في أعلام البترودولار. ولذلك هذا لا يجب التعويل عليه كثيرا أو التشكيك بالموقف الروسي، بالرغم من طبعا وجود أحيانا بعض الاختلافات، هذه مسألة طبيعية، لكن في الأهداف الاستراتيجية موسكو هي مع دمشق وطهران. المساحة أو الفسحة التي يمكن أن يشغل عليها في التشكيك بالموقف الروسي هو الميدان السوري، حيث وصل في شمال غربه بتقدم للجيش السوري وحلفائه، وتم يعني إيقاف العمليات بناء على بروتوكول يعني موسكو بين أنقرة وموسكو، على أساس أن يكون هناك التزامات لم يتم إيفائها، وهذا أيضا يضع الآن يعني هذا الملف في النقاش بين أطراف المواقف، يعني مواقف كل الأطراف. قبل يعني العودة إليك سيد موسوي، فقط أشير دكتور صالحة كان قد انقطع الاتصال وإياه، الآن بات جاهزا معنا. دكتور صالحة، رسائل سياسية وأمنية هكذا قال سيد موسوي حملها ظريف إلى دمشق في توقيت خطر، يشير إلى أن هناك ما يدبر للمنطقة، ربما بعد استقرار كورونا استدعى أن يكون هناك لقاءات وتوافقات، وصفها بالاستراتيجية بين دمشق وطهران. وهنا لو سمحت لي، وأيضا أجرى تشبيك مهم جدا دكتور بسام أبو عبد الله في الملفات وتطورات المنطقة تستدعي التنبه والتحسب أمام استحقاقات مقبلة الميدان السوري والسياسة سيما الرئاسية في 2021. وهنا اسمح لي، أنا أجريت اختصارا لأنك غبت عنا في السماح، وهنا أسأل تركيا الحاضر الغائب ربما في النقاشات التي تدور سيما حول اتفاق أو بروتوكول موسكو لجهة الالتزام، أين يمكن أن نلمح أنقرة فيما حمل ظريف إلى دمشق ولقائه الأسد؟ نعم، مساء الخير للجميع. أولا شكرا على الاستضافة مرة أخرى. يعني أنا أتفق مع الكثير مما ورد على لسان ضيفك قبل قليل، تحديدا في موضوع أهمية هذه الزيارة في هذه الظروف. يعني لم نرى كثيرا في الأيام الأخيرة تحركات دبلوماسية مشابهة لزيارة وزير الخارجية الإيراني بالكمامات والكفوف وهذا الحوار العاجل، زيارة اليوم الواحد. طبعا المسألة مرتبطة نعم بتطورات في إدلب، لكنها مرتبطة بتطورات في الملف السوري ككل برأيي، وبالملفات الإقليمية المرتبطة بالملف السوري إذا جاز التعبير أيضا. باختصار، يعني في الآن أكثر من مادة تناقش في موضوع إدلب كما تعرفين، التفاهمات التركية الروسية. نعم، بعد التفاهمات مطلع آذار المنصرم بدأت ترجمة عملية لهذه التفاهمات. الآن لا نعرف حجم إشراك إيران في هذه التفاهمات، يعني احتمال أن تكون هذه الزيارة مرتبطة بانزعاج إيراني من هذا الحوار، هذا التقارب والتنسيق التركي الروسي. ربما الانزعاج الإيراني الأكبر قد يكون من احتمال أن يكون بعيدا عن الأضواء، مسائل لا نعرفها بشكل واضح حتى الآن. أيضا التفاهمات ثلاثية، تكون أمريكا جزء من هذا الحوار التركي الروسي، ليس فقط في موضوع إدلب بل في الملف السوري ككل. كيف أنا وصلت إلى هذا الاستنتاج؟ أكثر من 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 تحليل، أكثر من قراءة، أكثر من حادثة وتطور ميداني سياسي عسكري مرتبط بالملف السوري تكاد تدفعنا إلى الوصول إلى هذه التحليل، لكن أنا أرى أنه المسألة مرتبطة مثلا بالانتشار العسكري التركي بالتنسيق مع روسيا، ربما ما جرى في
هذه المرة في جنوب الخط الدولي أنفور، تقدم قوات تركية إلى هذه المنطقة كما قيل. رسائل الرئيس التركي التي أنتم أيضا أشرتم إليها قبل قليل، قبل ساعات، وجه رسالتين بالدرجة الأولى إلى هذه المجموعات الإرهابية المتطرفة في إدلب، أنه مسألة الحسم قريبة جدا. والرسالة الثانية أنه لا يوجد الآن، يعني تعكس ما قيل وما يقال حول أنه تحرك إيراني باتجاه الدخول على خط الوساطة بين أنقرة ودمشق. بالعكس، الرئيس أردوغان حذر دمشق من أي خرق للتفاهمات التركية الروسية في إدلب، لأن الرد سيكون قوي بالنسبة لأنقرة كما قال الرئيس أردوغان. هذا يعني أنه هذه الزيارة باختصار برأيي مرتبطة أيضا بانزعاج إيراني من احتمال أن يكون هناك حراك ثنائي أو ثلاثي بأكثر من اتجاه، مرتبط بأكثر من ملف أمني عسكري ميداني سياسي في التعامل مع الملف السوري. اسمح لي هذه الخلاصة أن أحيلها السيد موسى، وما رأيك بها؟ وأعود لما طرحته أو ختمت به مداخلتك الأولى بأنه قد نكون مقبلين على توافقات استراتيجية. نحن نتحدث عن خيارات وتحالفات استراتيجية أساسا موجودة بين طهران ودمشق. عن ماذا نتحدث عندما نتحدث عن حليفين بخيارات استراتيجية على مستوى المنطقة؟ نقول هناك ربما توافقات استراتيجية سيتم الإعلان عنها. نعم، في الحقيقة أولا ليس هناك أي انزعاج في موضوع التوافق التركي الروسي حول إدلب، لأنه يصب في صالح الوضع السوري هذا الاتفاق، والحكومة السورية رحبت به، إذن إيران كذلك مرحبة بهذا الاتفاق. وسيد ظريف في هذه الزيارة نسق لاجتماع أستانا في طهران عبر الفضاء المجازي الذي سيعقد قريبا، وطبعا استشار القيادة السورية. دائما إيران عندما تذهب إلى اجتماعات تخص سوريا إن كانت ثنائية أو ثلاثية من دون حضور سوريا، لا بد أن تنسق المواقف وكل القضايا مع الحكومة السورية وعلى أعلى المستويات، يعني مع القيادة السورية العليا، بالأخص فخامة الرئيس بشار الأسد. فلذا أنا أعتقد بالعكس، يعني هذه كلها مكملة لبعض. لكن المشكلة الآن تكمن في نقطتين أساسيتين. طريق حلب اللاذقية الدولي لم يفتح إلى الآن، وهناك خروقات واضحة على الأتراك والروس أن يعني يبادروا بتنفيذ هذا الاتفاق الذي لم ينفذ حتى الآن بسبب مشاكسات الجماعات الإرهابية وعدم سماح بتسيير دوريات في هذا الطريق، وهذا طبعا يضر بالاتفاق الروسي التركي، وطبعا كذلك الحكومة السورية ربما لا تستطيع أن تسكت طويلا، وربما ستكون لها ردة فعل، وبإمكانها أن تحقق أهدافها إذا ما قررت ذلك. والتجربة أثبتت كل هذه الأيام الأشهر الماضية، أثبتت أن القوة العسكرية السورية بإمكانها أن تحقق أهدافها مهما كان الخطر ومهما كانت الوجود العسكري الموجود في المنطقة. فلذا هذا الطريق لا بد أن يفتح. إذن هناك جهود دبلوماسية إيرانية مع الروس ومع الأتراك كذلك في سبيل أن يساعدوا في فتح هذا الطريق، لأنه حياتي وضروري للشعب وللحكومة السورية. النقطة الثانية هو انتشار دواعش سورية في شرق الفرات. الدواعش الموجودين في السجون هناك بدأوا ينتشروا في مناطق شرق الفرات، وانتشارهم خطير طبعا على العراقي وعلى سوريا. وطبعا لإيران وجهة نظر في هذا الأمر، وتنسق مع العراق وسوريا في سبيل عدم يعني إرجاع القوة الداعشية الإرهابية إلى المنطقة. وهذا مهم جدا، لأنه نحن نعرف جيدا أن داعش دائما هي التي تخلط الأوراق في المنطقة، وهي التي تدمر أي توافقات تحصل سياسية في المنطقة. بالإضافة إلى الوضع السياسي الموجود في المنطقة، يعني هناك جهود تبذل في سبيل ترطيب الأجواء إن كان بين قصد ودمشق، إن كان بين أنقرة ودمشق، وكذلك ما تفضل حول ترطيب الأجواء بين أنقرة ودمشق. سيد موسى ولو بشكل سريع لطفا، لأنه ما أشار إليه دكتور صالحة وكأنه الأمر مغاير، يعني طهران تشعر بالانزعاج وأنت وضحت أنه الأمر مختلف تماما، لكن على خط فعلا ترطيب الأجواء ما الذي يعني يقال حتى يضحط فعلا الرؤية التي قدمها دكتور صالحة أو يعطي ما هو مغاير لها وفق المعلومات؟
أولا بعد الاتفاق حصل اتصال هاتفي، تواصل الرئيسين التركي والإيراني تلفونيا، والوزيرين وزيري الخارجية الإيراني والتركي، ورحبت إيران بالاتفاق الروسي التركي، وكذلك خاصة أنها دعمت الموقف السوري الذي أيد هذا الاتفاق. إذا ليس هناك أي انزعاج، يعني لا يمكن أن نقول هذا الكلام. أنا أعتقد السيد يعني صالح ربما لابد أن يصحح هذه الفكرة، لأنه أنا لا أحس بهذا الأمر، والتقيت بكثير من المسؤولين بعد هذا الاتفاق، ولاحظت أن الجانب الإيراني، المسؤولين الإيرانيين مرحبين كانوا بهذا الاتفاق. نعم. وفرحين به، لأنه بالحقيقة حقن دماء الكثير من الأطراف في هذه المنطقة، وربما يحقق حلول سياسية كما حصل في مناطق أخرى في سوريا. يعني الكثير من هذه المصالحات قامت بها الحكومة السورية قبل موضوع إدلب الأخير، فلذا أنا أعتقد هذا الأمر غير صحيح. ولكن الجهود الآن تبذل في سبيل إقامة اجتماع في الفضاء المجازي عبر الإنترنت لأستانا في طهران، وهذا مهم برأيي جدا، ونتمنى قبل هذا الاجتماع أن يتم تنفيذ الاتفاق الروسي التركي على الأرض. إلى الآن وهذه النقطة فقط وقف إطلاق النار. هذه النقطة يعني فقط الآن فقط وقف إطلاق النار، لكن لو سمحت لطفا لم يخرجوا الإرهابيين عن 6 كيلومترات عن هذا الطريق، لا شمالا ولا جنوبا، ولا يسمحوا للدوريات أن تسير في هذا الطريق. وهذا اسمح لي أن يعني أستمزج بما طرحته رأي الدكتور أبو عبد الله مع السؤال. نحن أمام ربما نقطة الفصل في تفعيل الميدان، حيث وصل قبل توقيع أو الاتفاق بين موسكو وأنقرة بما عرف ببروتوكول موسكو، سيما وأنه لم يتم تنفيذ الالتزامات خاصة من جانب تركيا. والدورية الرابعة يفترض المشتركة بين موسكو وأنقرة لم تكمل كما سابقتها 3 نصف المسافة، تم اعتراضها من المجموعات المقاتلة الإرهابية منها تحت عنوان أيضا غطاء لتجمعات مدنية وما إلى ذلك تحت صيغة تظاهرات. طبعا اخترامي، ما يزال النظام في تركيا يعني يمثل ويقدم لنا مسرحية كما اعتدنا من الاتفاقيات السابقة. عدم قدرة تركيا على تنفيذ هذا الاتفاق هذه كذبة كبرى، لأنه كل هذه التنظيمات بما فيها ما يسمى هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة لتنظيم القاعدة هو يتبع للاستخبارات التركية وتديره بكل تفاصيله، ولدينا الكثير من الفيديوهات والشهادات على الأرض بأن ما يجري هو محاولة لعرقلة تنفيذ الاتفاق. الآن الرئيس التركي كما استمعنا إلى تصريحاته يهدد بأن تركيا لن تسمح. طيب لنرى وننتظر، ولكن هذا الانتظار لن يكون لفترة طويلة، لأنه لا يحق لأردوغان أن يقول بأنه إذا الدولة السورية خرقت الاتفاق، الدولة السورية لم تخرق والجيش العربي السوري هو المنضبط، أما تركيا فتقود جماعات إرهابية مصنفة بقوائم مجلس الأمن. ولهذا نحن تركيا أمام اختبار آخر لنسميه اختبار كشف الكذب، وهذا يحتاج إلى جهاز خاص يقوم به، يعني تقوم به كل الأطراف. سنرى ونتابع. نحن نتحدث يا دكتور سمير صالح، وأرجو من الإخوة الأتراك أن يدركوا ذلك، هذه أرض سورية عربية سورية، بمعنى تركيا لا يحق لها أن تمارس سيادة على هذه المناطق، خاصة وأنها تمارس فعلا في مناطق عفرين وشمال شرق سوريا، تمارس على الأرض بعملية تتريك. وأنا كمتابع ومن الذين عاشوا في تركيا ولديه كثير من الأصدقاء الأتراك، أنا أتمنى عليك وعلى كثيرين من الأخوة الأتراك، وقلت عبر قناة الميادين عشرات المرات، هذا الطريق مسدود أمام الرئيس رجب طيب أردوغان، لا مجال لا للنفوذ ولا مجال لمناطق آمنة، إنما هناك مجال لعلاقات طيبة ومستقبلية، كما قال الرئيس الأسد قبل فترة عندما وجه رسالة للشعب التركي. نحن ليس لدينا عداء مع الشعب التركي، العداء هو مع سياسة أردوغانية مرفوضة حتى من الأحزاب السياسية والقوى داخل تركيا. ولذلك على تركيا أن تعيد حساباتها ما بعد كورونا، لأن الزمن بدأ يختلف، وأيضا السوريون لا يمكن لهم أن يصبروا طويلا. هذه طرق يجب أن تفتح لأسباب اقتصادية ولأسباب حياتية لأسباب تتعلق أيضا بحاجة الشعب السوري لأراضيه واستعادتها بالسلم. تفعيل للملف، وإن أريد في مكان ما ربما تنييم الملف تحت عنوان انكفاء الميدان بالالتزام بمواجهة فيروس كورونا، سيكون ذلك إما في تفعيل الميدان عملا عسكريا أو بتحريك بالنسبة للاتفاقات والتفاهمات أو الأطراف والدول الراعية والضامنة بين سوتشي وحتى أستانا. اسمح لي بما تفضلت به أن أنت
انتقل للدكتور سمير صالحة. عطفا على ذلك دكتور صالحة، سأحيل إليك أيضا بالدورية الرابعة، ما نقله أيضا يعني المرصد السوري، فيديو أظهر مسلحين يقفون بالقرب من الجنود الأتراك على الطريق الدولي M4 من جهة بلدة النيرب في ريف إدلب الجنوبي. توجه أحد المسلحين إلى جنود الأتراك بالقول، وكان ذلك بلهجة ساخرة، سامحني، نحن نحبكم وبإذن الله وبإذن الله عز وجل سنضع رؤوسكم هنا على الطريق ولن نأخذها معنا، لا تخافوا. يعني الأمر تطور من عملية قطع الطريق، منع إتمام الدوريات، إلى تهديد مباشر حتى بالنسبة للجنود الأتراك. وهنا يضعها الدكتور أبو عبد الله في إطار ربما مسرحية، عدم القدرة لتركيا على إنفاذ ما التزمت به حول هذا الملف. يعني الحوار الذي تجريه تركيا هو يدور مع روسيا الآن بالدرجة الأساسية، والتفاهمات هي كما نعرف جميعا تفاهمات تركية روسية، والنظام التزم بهذه التفاهمات من خلال روسيا، وهذا ما تقبل به أنقرة وهذا ما ستفعله في إطار هذا الحوار التركي الروسي. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، الآن كما قلت لك في نقطة أساسية هي دخول الولايات المتحدة الأمريكية مجددا على الخط في سوريا. هذه نقطة أساسية الآن كما قلنا تربك السياسة الإيرانية في سوريا وتدفعها للبحث عن إعادة تموضع عملية رد على الدخول الأمريكي هذا بشكل أو بآخر. نقطة ثالثة رأيي الشخصي أنه الانفجار في إدلب سيحدث شيئا ما بين، يعني هذا الانفجار العسكري، لكن لا نعرف على أي جبهة وكيف. أنقرة بالتنسيق مع روسيا مع موسكو تعطي الأولوية لأن تكون المسألة باتجاه هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة، أقصد النصرة وشركائها. لكن إذا كان في سيناريو باتجاه افتعال الانفجار في جبهات أخرى فأظن أن هذه الأولويات سيتم إعادة ترتيبها بشكل بآخر. هذه هي الرسالة الأساسية برأيي التي قصدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما قبل قليل، يعني أنه أنقرة في إطار التفاهمات التركية الروسية عندها خارطة أولويات تريد أن تنفيذها. طبعا عملية الدوريات المشتركة، عملية فتح الطرق الدولية، كلها مسائل مهمة أنا أعرف ذلك، لكن الآن في أيضا أكثر من مادة ساخنة على الأرض. طبعا لن أطيل، في عنا مسألة إعادة إحياء مجموعات داعش بشكل أو بآخر في سوريا وفي العراق مجددا. هذا السيناريو أيضا برأيي الآن جزء أساسي في النقاش الذي نجريه، يعني من الذي يريد استفادة من إحياء داعش بهذا الشكل ولماذا في هذه الظروف والأجواء. نقطة ثانية، محاولة إحياء مثلا ملف قسد بشكل أو بآخر. هذه المجموعات الآن بأي اتجاه ستذهب، باتجاه دمشق أم باتجاه الالتزام بالقرار الأمريكي؟ يعني في أكثر من نقطة عالقة كلها الآن تدفع العديد من اللاعبين المحليين والإقليميين في التعامل مع الملف السوري لبحث هذه القضايا. لذلك إيران مثل غيرها، إذا كنا نريد أن نعرف فعلا أهمية هذه الزيارة، وإذا ما كانت فعلا باتجاه أبعد من أن تكون فقط حوار بين دمشق وطهران، علينا أن نعرف في الساعات القليلة المقبلة أو في الأيام القليلة المقبلة هل سيواصل ظريف هذا التحرك، هل سيكون هناك اتصال تركي إيراني مثلا مباشر دبلوماسي أقصد لبحث هذه الملفات. نقطة أولى تساعدنا في الإجابة والتحليل. نقطة ثانية هي أيضا يواكبها تحرك إيراني باتجاه موسكو مثلا، يعني هذا يعكس حقيقة أنه فعلا أنه في تحضير لقمة ثلاثية ربما أستانة جديد أم لا. لذلك أنا قلت لك أنا لا أملك أي معلومات أو تصور من هنا من إسطنبول أنه في تحرك باتجاه قمة ثلاثية من هذا النوع، نعم، خصوصا كما قلت لك بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط مجددا. طيب ظريف كان في اتصال أيضا من موسكو بظريف قبل الذهاب إلى دمشق، هذا يعني ما فهمناه في المعطيات، وموضوع القمة الثلاثية هو حضر بالنقاش مع أيضا الرئيس السوري بشار الأسد في هذه الزيارة، لكن عنوان موقع طهران
في المشهد الآن تركز عليه بشكل كبير دكتور صالحة، وهو جدير بالنقاش طالما نتحدث عن خلاصات السياسة والميدان بين أستانا وسوتشي انطلاقا من سوريا. ولكن قبل الدخول في مثل هكذا التفاصيل وصولا إلى القمة الثلاثية المفترضة وقوعها أو حتى بشكل التنفيذ طالما بكورونا إلكترونيا، سنتوقف على فاصل. أطلب من ضيوفنا رجاء أن يبقوا معنا، دكتور سمير صالحة، سيد أمير موسوي، ودكتور بسام أبو عبد الله. ومشاهدينا فاصل قصير ونواصل المسائية، تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. مرحبا بكم من جديد في المسائية من الميادين. في إطار الصراع الروسي الأمريكي في سوريا ومواصلة واشنطن محاولاتها لتعزيز نفوذها في شرق سوريا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض طائرة استطلاع أمريكية اقتربت من منشآت عسكرية روسية في سوريا، هي الثانية من نوعها خلال أسبوع. الوزارة قالت إن مقاتلة روسية أقلعت من قاعدة حميميم لاعتراض هدف جوي يتجه نحو القاعدة. وفيما أكدت موسكو أن جميع رحلاتها الجوية تجري وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة. أمريكا التي وصفت الاعتراض الروسي لطائراتها بالخطر وغير الآمن تواصل تعزيز مواقعها في محافظتي الحسكة ودير الزور في محاولة منها لتثبيت نفوذها هناك، وذلك بالتزامن مع إعلانها فتح باب التدريب لعناصر تنظيم قصد مستعينة في ذلك بالإغراء المالي في الرواتب والأجور. في المقابل تواصل القوات الروسية تعزيز قاعدتها قرب مطار القامشلي، ما يعكس إصرارها على توسيع حضورها في الحسكة والرقة أيضا. وهذا يأتي ويعيدنا إلى توقيت زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت كورونا، وبأنها تشي بتحضير ربما قفزة جديدة في تفاهمات سوتشي المرتقبة. لكن الضوء الأخضر لقمة طهران المنتظرة ربما يشير إلى أن تركيا تأخذ على محمل الجد إخلاء الطرقات الدولية من الجماعات الإرهابية. هذه قراءة للزميل قاسم عز الدين. إشارة الوزير ظريف إلى أن إيران لا تتخلى عن محور المقاومة بعد اغتيال الفريق قاسم سليماني ربما توحي بتأكيد دعم الجيش السوري في إدلب وبالدعم السياسي لسوريا في التقارب مع تركيا بناء على طلب أنقرة. قمة طهران المؤجلة سابقا أطاحتها تركيا بالتعويل على الدول الغربية التي دعمت ما سمته حق تركيا في إدلب، فدعتها أنقرة إلى قمة لم تعرف النجاح في إسطنبول. لكن إصرار الجيش السوري على فتح الطرقات الدولية وتحرير سلاقب غير المعادلات ودفع أردوغان إلى التعهد مجددا في قمة موسكو الأخيرة بفصل الجماعات الإرهابية عن الفصائل التركية المعتدلة. الاستعداد السوري لاستعادة الطرق الدولية بدعم روسي إيراني أدى إلى تضييق هامش المناورة التركية بشأن المراهنة على كسب الوقت أملا بتجنب مأزق الاصطدام بجبهة النصرة، لكن ما يمكن تأجيله شهرا لا يمكن تأجيله دهرا. بين خياري تنفيذ تفاهمات سوتشي وموسكو أو فتح الطرق بالقوة، لا يبدو أمام تركيا سوى حل جبهة النصرة أو دمجها في مجموعات درع الربيع بعيدا عن الطرق الدولية أو انخراطها مع المجموعات ضد المنشقين عنها كحراس الدين. الاتفاق على قمة طهران المرتقبة يشير إلى مضي تركيا في تنفيذ تفاهمات موسكو، كما يشير إلى قفزة جديدة في قمة طهران نحو الحل السياسي وإعادة الإعمار في سوريا. وفي حال تلكؤ أنقرة سيستكمل الجيش السوري الدربة لاستعادة الطرق والأراضي. نرحب بضيوفنا من جديد، دكتور سمير صالحة معنا من اسطنبول، دكتور بسام أبو عبد الله معنا من دمشق، وسيد أمير موسوي معنا من طهران. وإياك أستأنف النقاش سيد موسوي، نقاط عديدة جاءت في تقرير الزميل قاسم عز الدين تختصر جانبا مما ناقشناه ويؤسس أيضا للنقاش في المسارات المقبلة انطلاقا من توقيت زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد. في نقطة مهمة طرحها دكتور صالحة قبل الفاصل، لا أريد أن تمر دون أن نعالجها، لأن موقع طهران مهم جدا. في محاولة أو ربما يراد ذلك إظهار بأن طهران هي ملحق في الميدان في السياسة ليس فقط في الملف السوري، أوسع من ذلك، لكن الملف السوري الساحة السورية عنوان أساسي. طهران شريكة في الميدان
وأيضا في السياسة. موقع طهران هو أساسي في استبيانه سيد موسوي، طالما تحدث عن لحظة وصفتها بحساسية عالية وربما تطورات مقبلة مهمة أو حتى ترتقي لدرجة الخطورة. وضح لنا هذه النقطة لو سمحت، لأن طهران ودمشق نتحدث هنا عن محور المقاومة الذي كان حاضرا في ميدان شمال غرب سوريا وحقق مع الجيش السوري إنجازات كبيرة. نعم، أنا تفاجأت عندما سمعت الدكتور سمير يقول أن إيران تبحث عن موقع في سوريا أو في المفاوضات التي تجري بين تركيا وروسيا وتحاول أن توجد لها دور. هذا الكلام بعيد عن الواقع، لأنه في الحقيقة هناك تنسيق استراتيجي بين طهران ودمشق لأكثر من 40 عاما في كل الأمور، في كل الملفات. إيران عمقها الاستراتيجي سوريا، وسوريا كذلك عمقها الاستراتيجي ايران. هناك تلاحم في المواقف، في الخطط، في التنسيق، في التعاون، في كل المجالات. فلذا انا اعتقد المشاورات بين القيادتين الايرانيه والسوريه على اعلى المستويات وفي كل الظروف والمستجدات وحتى في كورونا، التي نرى عدم تزاور المسؤولين لها. هذه زياره قد تمت ويدل على أهمية موقع العلاقات الثنائية بين دمشق وطهران، وأن إيران لديها رؤية في كل القضايا التي تهم سوريا، والعكس هو الصحيح. سوريا لديها كل القضايا، لديها اهتمام في كل القضايا التي تهم إيران في المنطقة. إذن هذا التلاحم لا يستطيع أحد أن يبعدهما عن بعض. لذا هناك تطورات خطيرة، إيران ترى أن هناك تطورات مهمة وخطيرة ربما تحصل في المنطقة بعد فترة. تحسبا لهذه التطورات بدأت التنسيق وبدأت العمل المشترك على أعلى المستويات في سبيل للحيلولة، دون أن يكون المحور أن يفاجأ بقضايا ربما تكون صعبة في المستقبل. التنسيق الآن يسهل الردع مثل شو سيد موسوي؟ أنت تلمح للكثير، نريد منك أن تبرز لنا مثل ماذا، ونريد أيضا أن تقول كيف نترجم هذا الذي تتفضل به في حين يراد أو يقدم في الصورة المشهد بطريقة مختلفة، تفاهمات روسية تركية أو ما إلى ذلك، لأنه يشغل عليه في الخلاصات، يقدم ذلك بنتيجة والأمر مغاير بطبيعة الحال، لكن نريد توضيحا وبشكل سريع لطفا. في موضوع الاتفاق، أي اتفاق تركي روسي هو بالتنسيق الكامل مع دمشق وطهران من قبل روسيا. لا يمكن لروسيا أن تتفق مع دمشق مع أنقرة من دون الاتفاق والتفاهم مع طهران ودمشق. حتى لو حصل عدم حضور، الآن نرى أن الجانب السوري لم يحقق لا في أستانا ولا في سوتشي، لكن نعلم جيدا أن الرؤية السورية هي الحاكمة في أي اتفاق روسي مع تركيا. وهذا للأسف الشديد الإخوة الخبراء المفروض يفهموا هذا الأمر. لا يمكن لروسيا أن تنفرد برأيها أو تتفق حول سوريا مع طرف خارجي من دون التنسيق مع دمشق ومن دون التنسيق مع طهران، لأنه سيفشل. لولا التعاون السوري الإيراني لفشل اتفاق. الآن من الجانب السوري هو موفق وناجح، لكن من الجانب التركي فاشل. وقف إطلاق النار ناجح الآن، النقاط التركية الآن لم تتعرض لأي مشكلة، لكن المشكلة في الجانب التركي الذي لم يساعد على. طيب فقدنا صوتك سيد موسوي، تقطع قليلا وصورتك تغير موقعها بالإطلالة. بكل أحوال فهمت ما تريد أن تقوله وكان واضح. هنا اسمح لي أن أنتقل دكتور بسام أبو عبد الله في هذا الطرح تحديدا، لأنه إلى أي حد إتمام فعلا محادثات نقاشات أو قمة تحت عنوان أستنا في طهران، وإن كانت افتراضية لكن إعلانها أنها من طهران طالما ستكون عبر الفيديو بسبب كورونا، هو عنوان أساسي لإظهار أهمية الخلاصات في السياسة، لأنه أستنا وكذا بالنسبة لسوتشي. وتعليقك لو سمحت على ما تم تقديمه من دكتور صالح وسيد موسوي حول حقيقة الموقع لطهران في هذا الميدان وفي السياسة وبشكل سريع لطفا.
أخت رامي، طبعا ما من شك أن هذه القمة كان متفق عليها قبل، حتى قبل الاتفاق الأخير في إدلب كان هناك رفض تركي. عندما جرت هذا الاتفاق حقيقة كان هناك قمة في أستنا ومقررة في طهران، لم يتفق على الموعد. دمشق، موسكو وطهران أعلنتا ذلك، لكن تركيا كانت يعني ترفض الحضور هذه القمة. بعد الاتفاق قد يكون هذا الأمر خطوة إلى الأمام، لكن القمة مقررة سابقة الآن قد تجري بشكل افتراضي. هذا جانب. الجانب الآخر، أنا دائما حقيقة مشكلة الأخوة الأتراك وكل المحللين، ليس الأتراك، كثيرين من المحللين العرب الذين يريدون أن يخفون إخفاقاتهم أحيانا، يقولون بأنه نحن تفاهمنا مع روسيا. هذه التفاهمات مع روسيا دكتور سمير، وأنت أستاذ قانون دولي، لا تلزم سوريا بالإطلاق إلا أدبيا وأخلاقيا على الإطلاق، لأنها ليست اتفاقيات دولية، بمعنى لا تعطي لتركيا أي حقوق بموجب هذه الاتفاقات. هذا الجانب. والجانب الآخر، أن تركيا في كل ما تفاهمت عليه مع موسكو فهي تقر بوحدة أراضي الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسيادتها، وهذا التزام تركي بموجب القانون الدولي. ولذلك إبعاد طهران وكأنه طهران ملحق، هذا الكلام غير دقيق غير صحيح. إضافة إلى أن العلاقة الإيرانية الروسية مهمة، أما العلاقة الإيرانية السورية فنحن نتحدث عن 4 عقود، ويعود بعض العرب وبعض حتى المحللين ليقولوا إبعاد طهران عن دمشق، هذا وهم يتحدثون عنه. هذه علاقة بين دولتين سيدتين مستقلتين لديهما أهداف استراتيجية، وهذه الأهداف الاستراتيجية وهذا التنسيق حقق تغيرات كبيرة على صعيد المنطقة. مجرد أن تكون كيان الاحتلال الإسرائيلي منزعجا وأمريكا، فهذا يعني أن هذه العلاقة تحقق نقطة إنجازات جيدة على صعيد المنطقة. اسمح لي أخذ تعليق الدكتور صالحة بدقيقة لو سمحت لطفا. البعض كان يضع ربما أنه عدم إظهار طهران بالصورة بشكل أساسي، خصوصا موضوع التفاهمات الأخيرة، لها علاقة بأنه العلاقة بين أنقرة والمجموعات المقاتلة المسلحة الراديكالية منها أو أوسع من ذلك، تحتم عليها أن لا تظهر ذلك الجانب طالما هناك سلطة لها أو تستطيع أن تفعل شيئا في هذا الإطار. وهذه النقطة المفصلية المطلوب من أنقرة أن تنفذها إذا أرادت أن نسير أو تسير الأمور حيث الخواتيم التي تريدها كل الأطراف في عناوينها الأساسية أصلا. العقبة الأساسية الآن برأيي التي تقف يعني نقطة عرقلة الأساسية في الملف السوري في إدلب هي هذه المجموعات المتطرفة وضرورة إخراجها من المشهد بأسرع ما يكون. ربما أنقرة كما قلت أنا شخصيا أكثر من مرة تأخرت ترددت، لكن بعد الآن وبعد هذه التفاهمات بعد هذا الانفجار الأمني الواسع في إدلب ما عندنا خيارات كثيرة سوى حسم هذا الموضوع بأسرع ما يكون. هذه نقطة برأيي شبه واضحة الآن بالنسبة لأنقرة. لذلك أنا وأنت نتابع كل هذا النقاش، هذه الشرذمات، هذه الانقسامات داخل هذه المجموعات. أصبر. لذلك أيضا أنا قلت لك أن الأولوية ستكون باتجاه هذه المواجهة. نقطة ثانية، لأنه انتهى الوقت بالكامل، سامحني أنا أعتذر منك، والملف بكل الأحوال مفتوح وسيكون له متابعات، وسنكون سعيدين بأن تطل أيضا للحديث حوله. شكرا جزيلا لك دكتور سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول، ضيفنا كنت معنا عبر الإنترنت من اسطنبول. سيد أمير موسوي الخبير الاستراتيجي والدبلوماسي الإيراني السابق، ضيفنا كنت معنا عبر الإنترنت من طهران. دكتور بسام أبو عبد الله أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، كنت معنا مباشرة من العاصمة السورية، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى ختام مسائيا، نذكركم بعناوينها. ظريف يبحث في دمشق الاتفاق الروسي التركي بشأن طريق حلب اللاذقية، وقمة الدول الثلاث الراعية في طهران، والحصار الأمريكي في زمن كورونا. مقاتلة روسية تغير مسار طائرة استطلاع أمريكية اقتربت من منشآت عسكرية روسية في سوريا، والبحرية الأمريكية تعتبرها مناورة خطرة. مفاوضات روسية إيرانية تركية قريبا، واستعداد سوري لاستعادة الطرق الدولية، هل تنجح طهران في جسر الهوة بين دمشق وأنقرة؟ إلى اللقاء.